السهل الأخضر إلى بشري، حيث ضوع القداسة وروعة الطبيعة وعظمة التاريخ، لإعلان ترشيح الرجل الشجاع المبدئي المؤمن بأهداف الحزب المتفاعل مع المجتمع، نقيب المهندسين سابقاً جوزيف إسحاق المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة بشري جبة بشري. المسيرة اللي بلشت من 1400 سنة واللي كانت منطقة بشري شعلتها بالإيمان والنضال والمقاومة والصمود، ما زالت مستمرة من جيل لجيل لجيل مع اختلاف المراحل والظروف، واليوم بتجسدها القوات اللبنانية بكل شهدائها وتضحياتها، واللي عم بتخوض مواجهات مستمرة دفاعاً عن وجودنا الحر وعن بلدنا لبنان. نعم، المسيرة مستمرة وبالتزام مبيلين مكملين على خطى رفيقنا المناضل إلي كيروز. لنحمل معه ومش بعده هالشعلة اللي ما بتنطفي من موقع النقابة والحزب والمهنة، رح كمل مسيرة الحلم اللي عم يتحقق بمنطقتنا حتى أهلنا يعيشوا بكرامة وولادنا يبقوا متجذرين بأرض القداسة والبطولة والشهادة. وشكراً.